كان طلبوا صراحة الله الناس المحسنين يتعاونوا مع هاد السيدة هادي مسكينة، راه حالتها صعيبة بزاف 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 بلا قياس، وعندها وليد صغير تعاونوا معها الله يجازيكم بخير. أنا ربنت العائلة ديالي وشفت هاد السيدة هادي مسكينة، كانت وهموها في الطبيب إنها راها حاملة، مشات دوزت على الأساس كأنها راها حاملة. هو كان عندها كيس كتحس بشي حرق في الوجع ديالها في الكرج ديالها، ملي مشات للطبيب قالوا لها راكي حاملة. بقات هي داك السيده مسكينه صافي، بقات هكاك حتى دارت شي 6 شهور. مع المده ديال 6 شهور جاها نزيف، مع ديك النزيف مشات الطبيب، مع ديك النزيف اللي جاها مشات للطبيب ديال القصر الكبير، الطبيب الكبير قالوا لها ان الترابير عنده دقه القلب صغيره قليله، وصيفطوها باش مشي تولد على الاساس باش مشي تولد بسيزاريان في مدينه العرايش. مشات جابوا لها لومبيلونس، ها ودات هاد السيده مشات تولد في العرايش على الاساس باش تولد بسيزاريان. كتفاجأ في الطبيب ديال المريم، كتفاجأ بان راه عندها كيس، وديك كيس عندها كبر لولا لحتى كوره. نتوما كتشوفوا الحاله ديالها مسكينه كيفاش عامله، ومني ولات لديك كوره ما بغاوش يقبلوها لنا تما في الطبيب. قال لك نعملوا لها ورقه تمشي بعدا، خصها تعمل شي تحاليلات. عملت شي تحاليلات، عملت سكانيرات، ها هما ديالها، ها هما بالعاد السكانير ديالها هنايا، بالعاد اللوازم الطبيه اللي قالوا لنا اي حاجه قالوها لنا عملناها لها. من بعد مسكينه ملي شافوا الحاله ديالها هيدا صافي بحال اللي بغاو يسيبوها، عملوا لنا ورقه قال لك ديوها لطنجه، ديناها لطنجه كان بحال ما عمر عاوتاني شي حاجه ما كانت، عاوتاني قال لك رجعوها للعريش. قال لك علاش مصيفطينها حتى لطنجه وهما عندهم تما الطبيب ديال اللي عايشوا فيها، الطبيب جراحه ديال العمليه راه عندهم تما، علاش مصيفطيها لنا حتى لنا؟ ولاو رجعوها، رجعناهم عاوتاني، رجعنا مسكينه في لومبيلونس، والسيده غادا كتخلص لومبيلونس، ولومبيلونس اللي كان عيطوا لها باش شديها كيقول لك راه حقا خارجين، راه حقا ما عرفش ني كاين، راه حقا الدنيا عمره، راه حقا كورونا، راه هادي كنمشيو نخلصوها لها مسكينه هكاك، وكنمشيو ندوها بالفلوس، كنديوها في لومبيلونس ديال الفلوس. ولينا عاوتاني رجعوها لنا من طنجه، رجعوها لنا قال لك رجعوها السبيطار اللي جبتوها منه، راه تما عندهم رجعوها السبيطار العرايش، راه تما عندهم الطبيب ديال الفتيح، حتى كتبوا لها تمشي تشوف الطبيب الفتيح اللي في طنجه. قال لك تما عندهم الطبيب الفتيح، علاش كيصيفطوا لنا الناس من العرايش حتى لطنجه؟ علاش كيصيفطوا لنا الناس؟ عارف ما تكون شي حاله كيصيفطوها لنا. قال لك السيده ما مقبولاش عندنا هنا، رجعوها. ولينا عاود رجعناها على اساس عاوتاني باش نرجعوها ندخلوها السبيطار، دخلناها بالزز منهم صحه عليهم، دخلناها شدينا لها الكامه جلسنا بلاصه النفايس، جا طبيبة النفايس، جا الحارس العام بقى كيغوت عليا هيدا، قال لي لا هاد السيده هادي منع عليها تدخل علينا هنايا، وماشي حقا تدخل علينا هنايا، راه حنا عملنا الورقه باش تمشي لطنجه، حيت الطبه هنايا ما كاينينش عندنا اللي يشوف هاد الفتيح، حنا عملنا الورقه باش تمشي لطنجه، الا خليتوه هنا راه بحال اللي مليوحه في الزنقه. السيده كتقطع تما حداهم كتقيل تبكي، لا يبارك يديوها فيها لا صغيره، وعاد السيده ما كتاكل مسكينه، شويه الحاله ديالها كتبكي القلب، ما كتاكل ما والو، السيده ما كانتش مسكينه بحال هيدا. ولينا بقينا جالسين جلسين هاد ماشي تخواج هكا، وهي جالسه مسكينه تما في داك السبيطار ديال لاله مريم. تاجا عندي حارس العام قال لي شوف انا غنولي نكتب لك ورقه واحده اخرى رباط، ولكن هاد السيده ما تجيش الدور عندي هنا. قلت له شنو الحال ديالها؟ اعطيني غير شي ورقه هيدا كتبت بانني ديوني ودخلوها، ماشي يديوني ويرجعوها عاود يرجعوها بحال طنجة. قال لك وما عندي ما نعمل لكم، سيروا ديروا هزوها وديروا الجهد ديالكم. منو هزيناها عاوتاني ديناها للرباط، عاوتاني ما قبلونا شي ولا رجعونا جبناها للدار وجلسنا، ما بقينا عارفين شنو نعملوا لهاد السيدة هاد. ديناها للطبيب ديال المخزن، نشوفوا هكا المحسنين الناس يتعاونوا معاها ويعملوا لها مسكينة هاد العملية، الله يجازيه بخير اللي يقدر يوقف معاها ويتعاون معاها، حسبوها منا من نفس ديالكم، الله يجازيكم بخير. دينا هالطبيب ديال الفلوس قال لك عاود خصهم ديروا لها داك ليريم، خصها تعمل ليريم باش يعرفوا الكرج ديالها واش عامره بالماء اولا فيها الدم، ويعرفوا واش الكلوه ديالها مقيوسه واش الريه ديالها مقيوسه، وكيقولوا الله يستر كيقولوا هذاك بحال داك المرض جاها في الوالده ديالها، خصهم يحيدوا لها الوالده ديالها، يعملوا عمليه يحيدوا لها الوالده ويشوفوا واش المرض انتشر لها في الدز ديالها، ولكن عتقوها. دابا هكا مسكينه واخا ما يكونش منتشر فيها هذيك المرض، راه بهذه الحاله راه يكون منتشر فيها، تبقى مسكينه هيدا حتى تموت، زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زعما الصراحه الله انا كفاعله خير يعني وقفت معاها يعني نشوفوا شي حل، وتا شي حل ما بان لي زعما صراحه الله، الا التجأ زعما الناس المحسنين يوقفوا معاها ويشوفوا من حاله مسكينه، الله يجازيها يكون واحد اللي بغى يوقف مع هاد السيده هادي، راه عندها وليد صغير ومسكينه، وراه كانت بالصحه ديالها ما كانتش بحال هكا، دابا مسكينه ما كتقدر لا تنوض لا تعمل حتى شي حاجه، حتى الماكله مسكينه ما كتاكلاش، وكنا كنديوها هاد اليومين كنديوها هنايا الطبيب الكبير ديال القصر الكبير كيعيد يضربوا لها شي ابره ولا يعملوا لها شي صويرو، ما كيديوهاش فينا كيخليوها في الباب، كيقول لك السيده ماشي على يدنا هادي خصها العمليه، خصكم ديوها للرباط ما تخليوهاش هنايا،
ولكن ليه عملنا الورقه ولا واش يديها فيها للرباط ما كايناش. طيب لاله مريم قال لك صبرت شهر تسعود عادي يقدروا يدخلوا الطب ويقدر يشوف الطبيب بالفسيح ما عدا شهر تسعود. وقلنا لهم تقدر السيده توقع على شي حاجه تمشي للدار يجيها شي نزيف تقدر توقع على شي حاجه. جات عندي واحد الطبيبه هاد اليومين خرجت عندي قالت لي شوف اختي محده ما كتنزف شي فات الساعه عديها للدار وخليها تما ما تخافش عليها. ايوا ولا مشات السيده مسكينه كتوقع على شي حاجه هي دابا غير كتقطع بالحرق وما كتاكل شي. ايوا انا ما نسيت ولا وقع لها شي حاجه الدم ديال من عيكون هاد السيده هادي. انا صحاب لي حمله قال لي الطبيب سينا راه حمله فرحتي ايمات ملي قال لك الطبيب انك حامله فرحت بزاف راجلي تا هو فرح بزاف وفرحت صحاب لي حمله شويه جاني نزيف وي جاني نزيف شي نطلع الطبيب مشيت للطبيب قال لي راه ما عندك حتى حاجه ملي قال لك الطبيب انك حامله فرحتي فرحت وفرحت هو الراجل تا هو فرح فرحنا العائله كامله فرحت فرحتوا بانك تولدي من جديد فرحنا كاملين الراجل مش سمعك بانك حامله شنو دار افرح وما يعرفني ما حملاش يسمع فيا مشى بحالو تصدمت بزاف تصدمت بزاف واحد الصدمه ما نقولكش عليها نقولكش عليها واحد الصدمه حتى ما فيا الحريق بزاف فيا الحريق بزاف وطالي الحريق لرجلي وظهري وما كنا كلشي بقى في الثلاثه وما كنا كلشي مره ما كنا كلشي وجاني الحرق بدا والدار ديالي كيعطيني تل صدري صدري بزاف كيعطيني الحرق لصدري ورجلي بقيت شي كنقدر نصطب عليهم بقيت شي كنقدر نزيد بقيت شي كنقدر نزيد مره وانا كنطلب من المحسن ما خصني والو خصني على عمليه باش نكون بولدي وصافي هادشي اللي كنطلب من المحسنين الله يجازيكم بخير شوفوا فيا وجه الله الله يستركم ربي الله يستركم ربي شوفوا فيا لوجه الله شوفوا فيا لوجه الله الله يستركم ربي انا عندي واحد الوليد خصني انا ربي مسكين الله يستركم ربي اسمح في اسمح فينا ومشى بحالو اسمح فيك اسمح فيا ومشى بحالو طلقاك ولا سمحتي ولا لا اسمح فينا ما طلقنيش اسمح فينا مش مش بحالو جيت نجاوبك ما كنهضر معاك دابا لا والو وانا جيت نجلس في الدار ديالنا نجلس مع الوالدين اللي هزاني دابا دابا انت كتعاني في الصمت بزاف انا كل مرة كيموت فيا عرق كل مرة كيموت فيا عرق الله يجازيكم بخير شوفوا فيا لوجه الله الله يستركم ربي دنيا واخر وخلي لكم ربي وليداتكم انا ما خصني لا فلوس لا والو خصني على العمليه باش انا وقفت انا على رجلي انا شي نهار نصبح ميته كلشي كيحرقني كلشي صدري كلشي كيحرقني ورد بدي يومين رجلي كيبقى حتى كنقدر نزيد بيها كنمشي حاجه كطول حتى كيهزوني عاد كيديوني يعني ما كنتيش قادره تتحرك مره الله يستركم ربي الله يجازيكم شوفوا فيا لوجه الله الله يستركم ربي انا عييت خصني عرفت عاشي لينا نعس راه مكنعسش والله مكنعس ربي راه شاهد عليا خصني عنعس انا عط راسي مبخ مبقاش كندير نعس حتى ولي كيجي بحال هكا نبات نتغوط ربي راه خلاص ربي راه شاهد عليا كنتمنى من المحسن الله يجازيكم بخير الله عنعس ارتاح عنعس عاشي لينا نعس وارتاح خصني ارتاح خصني عندي واحد وين عندي لا حق ولدك بنتي ما كتقدري لا تحركي لا تمشى لا لا والو والو كلشي بحال يلا حبت كنحس براسي هاد الشلل كنتي فرحانة وتحول لك المأساة كنت فرحانة كنت عايشة مخيرة كنت خدامة كنت عايشة مخيرة مي جا هاد المرض هذا صافي قتلني مرة طيحني مرة ما لقينا لا جهد صراحة الله ما لقينا لا جهد العائله ديالها كلشي مسكين كلشي حاله ضعيفه كلشي ما لقى لا جهد نقولوا دابا هاد لي ريم سولنا عليه كيعمل بحد 5000 درهم 6000 درهم حيت قال لك خصها تعمل لي ريم على الولده ديالها وعلى الكرش ديالها سولنا كيعمل ماكسيموم داك 5000 درهم 6000 درهم يتعاونوا العائله هكا واخا عيدك 200 درهم واحد يتعاون شويه بشي ويعمل هذيك لي ريم ولكن فلوس العمليه كيفاش غتعمل تجيب على فلوس العمليه فلوس العمليه بزاف هي مسكينة ما عندهاش هي بيدها كانت واقفة خدامة على راسها مين جا هاد المرض مسكينة طاحت وعاد الكرشي ديالها ما كانتش هكا راه تبارك الله غادا وكتكبل الكرشي ديالها بحال شي ترابي عندها في الكرشي ديالها وكيكبل لها في الكرشي هادشي غادي وكيكبل لها في الكرشي ديالها حتى هي ما كتقدرش تتحرك
لا مسكينه ما كتنوضش في حاجه، حتى كلشي كديرو تحت منا، حتى حاجه ما كتقدر تبني. ما كتاكلش مره، ما كتاكلش مسكينه، الماكله ما كتاكلش بصفه نهائيه، ما عدا هكا الا شربت غير الحليب ولا شربت مازال ما كيضرهاش الحليب، كتقول لك كنحس بهاد الجهه كضرني، كنحس بضلوعي كيحرقني. ومسكينه ثابت الماما كتمشيش، كلشي كديرو تحت منا، لا حول ولا قوه الا مسكينه. الله يجازيكم بخير اللي قدر يتعاون مع هاد السيده هادي، راها مسكينه، راه حالتها حاله، راه معذبه يماها، ما كتقدر تنوض، ما كتقدر تنعس، مسكينه الليل كامل هي كتبات هيدا فايقه، الجناب ديالها مسكينه كتبات الليل كامل وتغوت بيهم بالحريق. الله يجازيكم بخير، الله يوقف معكم، اللي يقدر يتعاون معاها، راه كلشي من فاعلك الخير، اللي يقدر يدير شي حاجه الله يجازيه بخير، باش ما سخر الله، باش ما سخر الله مسكينه يديروا لها هذه العمليه هذه، واخا نديروها لفوت في الكلينيك هيدا، واللي بغى يجي عند نيشان يعطيها فلوس في يده، ولا يتعاون معها هيدا في يده، ويجي يشوف الحاله ديالها. الله يجازيكم بخير، اللي يقدر يدير شي حاجه لوجه الله، اللي يدير شي حاجه غدا يتلقى بها مولاه. بالنسبه اللي بغيت يتواصل معاها النمرة ديال التليفون 06 99 61، 06 99 61 74، 89، 06 99 61 74 89. الله يجازيكم بخير، اللي بغيت يتواصل معاها يعيط لها في هذه النمرة ديال التليفون، ولا يجي عندها حتى مدينة القصر الكبير يعيط في هذه النمره ونجيبو حتى لعندها مسكينه ويشوف هذه الحاله ديالها. انا والله الا قطعتي في القلب ديالي، ولكن ما عندي جهد عليها، ما لقينا لا جهد، والوالدين ديالها مساكن عين ناس دراوش، ما عندهم جهد عليها. امها مسكينه راه كتقيل، مسكينه تبات تقيل فايقه معاها وتبات فايقه، ومسكينه كلشي ولا دابا كديروا تحت منا، راه كتقدرش تنوض انت، شوف الحاله ديالها كيفاش دايره، شوف الكرجيله مسكينه كون كان عندها 9 شهور ما يكونش عندها الكرجيله واصله لهكا، مسكينه تضعف يد عارفه تشوفي غدا وكتضعف. الا بقات هيدا مسكينه راه عتقوها، الله يجازيكم بخير، الا بقات هكا شي نهار مسكينه نتصدموا بالوفاه ديالها، الا بقات في هذه الحاله هذه، وعندها وليد صغير، عندها وليد صغير محتاج ليماه، محتاج ليماه تكون حداه، وما كاينش ما كيهز الولاد قد الوالدين ديالهم. الوليد عنده عاد 7 شهور، عاد 7 سنين مسكين، راه محتاج الام ديالو تكون معاه وترعاه وتحن فيه، وما كاينش اللي يقابلو اللي يهزهم غير مو، ما كاينش اللي يحن فيهم غير مو. الله يجازيكم بخير، ما نشوفوا الحاله هاد السيده هادي مسكينه، وقفوا معاها، اللي قدر يوقف معاها باش ما سخر والله يوقف معاها. دابا راه طالبين لها ليريم، خصها دير ليريم، وليريم باش كيدار بالفلوس، سولنا عليه كيدار بواحد 5000 درهم 6000 درهم باش كيدار في طنجة وفي الرباط. دابا باش يساعدونا نمشيو، اولا شي واحد كيعرف الوزاره الصحه يهضر معاها، واخا يصيفطوها، يصيفطوها غير عي في الرباط يشدوها، عي شي واحد اللي وقف معانا يشدها في الرباط. دابا حتى الرباط ما وقفوش، ما عاوننا حتى شي واحد، مشينا الرباط رجعونا، قال لك خصك تعيط، كيقول له خصك تعيط للصامي، والصامي يعيطوا للناس ديال الكامات اللي كيشدوا الكامات باش يشدوا لها شي كامه، ومني شكون اللي يعيط لهاد الصامي، شكون اللي يتكلف هاد السيده، ما كاينش اللي يتكلف بها. وشوفوا من حال الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير. انا خصني نبر، خصني والو، خصني نبر، خصني نعس، انا بحالي بحال الناس، بقيت كنعس قوه الحريق، انا حاجك طوال بقيت كندخل، نقدر ندخل له كلشي كنديرو تحت مني، خصني خصني نعس ونرتاح، وكنطلب من المحسنين الله يجازيكم بخير، وقف شوفوا من حالي، الله يسركم دنيا وآخرة، أنا عندي ولدي وخصني نربي، الله يسركم ربي، وخصني نبرا، الله يسركم ربي، طالبة منكم والو على العملية وصافي، الله يسركم ربي، الله يجازيكم، الله يجازيكم، الله يجازيكم، الله يجازيكم، شوفوا من حالي، شوفوا من حالي، الله يجازيكم، رانا مكنعش بالحريق والله مكنعس. كنعشي كنبات نتقطع في الليل بالحرق، ودابا الحرق طالي رجلي، مبقيتش كنقدر نزيد مرة، الوالدة مسكينة ديالي راه محنة معايا، كل ساعة تهزني فوق ظهرها، كل ساعة، الله يسركم ربي، الله يجازيكم، الله يجازيكم، وقفوا معايا، الله يجازيكم، وقفوا معايا، وقفوا معايا، شوفوا فيا لوجه الله، أنا مخصني والو، خصني على عملية، مخصني حتى حاجة، خصني على عملية، نرتاح بحالي بحال الناس. انا معذبه بزاف بزاف بزاف، هاد الحركه يعطيني بزاف، كنت تعطيني حتى الحراره، الدات ديالي كامله كتولي سخونه بحال خويت عليا المطايب. الله يجازيكم بخير، شوفوا فيا لوجه الله، الله يسركم ربي في دنيا واخره، الله يجازيكم، الله يجازيكم.